من تصريحاتك الجريئة شوية قلت ان انا ندمان على فيلم احاسيس، ف عايزين نعرف ليه بالتحديد تاني. لا خلاص مش هندم على حاجة عملتها يا احمد. لا خلاص يعني عارف اللي هو في حاجات مش ندم، بس في غلطات ما نكررهاش تاني، بس مش ندم لان الفنان بطبيعته لازم يشتغل كل الادوار ولازم ينوع نفسه. فلما جيت حسبتها طب انا ندمان ليه؟ ما كل فنانين اللي قبليه وكل الاجيال اللي قبليه صوروا عملوا، يعني ده فن. ممكن تطلعي دلوقتي بنت بلد، ممكن فيلم تاني تطلعي رقاصة، ممكن الفيلم اللي بعديه تطلعي بنت كلاس هانم. فمش هندم على حاجة. ولا في حياتك الخاصة في أي فترة ممكن تكون بتندمي عليها؟ خالص خالص، ما بحبش الندم أصلا، لأن اللي بيندم بيقعد يفكر في اللي فات فبيقعد في مكانه ما بيتقدمش. طب يعني كل الناس شايفة صور أي ناس طبعا من أجمل الناس في الدنيا حبيبي، ورغم كده ما فيش ارتباط، ما فيش حب، ما فيش حاجة. إيه ليه؟ إيه الحكاية؟ كده ليه كده يعني؟ لا هو كان في من سنتين او سنتين ونص واتطلقت وحصل انفصال وكده، وبعد كده ما فيش يعني ما فيش خلاص سنجل. انا رجعت اخيرا على عيد الحب يا جماعه، واعتقد دي فرصه. طب يعني ايه انا موجود؟ طيب مش عايز صحفي يا جماعه، انا اخش بقى في الكلام. دي فرصة عمري يا جماعة، لما دي سنجل فانا لازم ادخل. حبيبي يا احمد، لا لما الاقي الشخص المناسب. طويل؟ ايوه. لا بس انت طويل قوي قوي. لا لما الاقي الشخص المناسب اللي يحبني ويحترمني ويحب شغلي ويساعدني في اللي انا عايزه اوصل له، ويبقى متفاهم شخصيتي وانا متفاهمه. اصعب حاجه في شخصيتك ايه ومحتاجه حد يفهمها؟ لا ما عنديش حاجة صعبة والله، بس عصبية شوية. متسرعة بس هي دي. طب مواصفات فترة أحلامك انت ايه بقى؟ لو انت بره بقى الكلام العادي اللي هو بص اصل اختي ورا الكاميرا يعني عاملة ايه؟ هي عارفة اكيد كل حاجة. والله انا بتيجي اصور. طيب تقول لنا فرن عليها على نفسها بقى. مواصفات فترة احلامي انه يبقى طيب ويحبني لقي ناس، مش الفنانة بالظبط. انه يبقى يديني دفعة في حياتي، انه يبقى حد بيقدمك مش يأخرك. مش مهم بالنسبة للشكل، لان الشكل ده حاجة ظاهرية. المهم الجوهر، الروح. امتى قابلتي ناس طمعانين فيك انت شخصيا، او شايفين ناس الفنانة فانا عايز اقرب منها عشان فلوس شهرة ايا كان الموضوع؟ يعني قابلتي ده كتير؟ طبعا الواحد في حياته بيقابل الحلو والوحش طبيعي، وقابلت واتخدعت وفقت وقمت وصحيت والحمد لله. يعني ما عندكش الحساسيه اللي تفقسي بيها؟ لا 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 لا، انا عندي صاحبتي ما شاء الله بتشوف البني ادم من اول وهله، بتقول لك ده طيب ده مش طيب، ده عايز مني ايه ده مش عايز مني. انا ما عنديش الحته دي، انا بالنسبه لي الناس كلها طيبه لحد ما يعني عارف اللي هو لحد ما تلاقي في الم جه على وشي كده علم، فاقعد شهرين ثلاثه على بال ما فوق من الالم ده واقعد. على فكره شريس صاحبتك في الموضوع يعني ما بتضايق مني، لان انا عشريه وبحب الناس واجتماعيه جدا، والموضوع ده بنات وولاد يعني مش 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 مثلا علاقه حب او علاقه، لا لا البنات ده بيبقى الموضوع ده بيبقى مختلط بالاثنين.